بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. الإثم الكبير الخصالات الفادحة لتارك صلاة الصبح أو الفجر في جماعة في المسجد بدون عذر، وأيضا الذي يعني يقصر في صلاة الجماعة. المعلومات التي سأقولها الآن معلومات لا يعلمها القاسم الأعظم من الناس، فأرجو أن تسمعوني بأذن واعية وصاغية. الموضوع اللي هتكلم فيه ده موضوع خطير جدا. العلماء مجمعون على تقسيم تارك صلاة الصبح في جماعة أو تارك صلاة الفجر في جماعة في المسجد تقسيما كبيرا، قالوا عليه الإثم والخصالة الفادحة، واختلفوا في ماهية قبول الصلاة. جمهور العلماء قالوا الصلاة صحيحة ولكن عليه الإثم والخصالة الفادحة. بعض العلماء كابن القيم وابن تيمية وغيرهم قالوا لا تصح الصلاة أصلا وتقع الصلاة باطلة ويجب عليه الإعادة. الإمام أحمد قال يا أيها الناس لا تجازفوا بصلاتكم، صلوها كلها في المساجد. للأحاديث الصحيحة التي سأقولها الآن والتي لا أعلمها كثير من الناس، الجمهور استند على حديث صلاة الفجر في المسجد خير من صلاة في السوق أو عمله ب 27 درجة أو 25 درجة. ابن القيم وابن تيمية وغيرهم استندوا على أحاديث صحيحة خطيرة جدا. جاء في صحيح أبي داود من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال رسول الله ما العذر؟ قال مرض، خوف أو مرض، خوف شديد، وحش كاسر، قاطع طريق، أو مرض عضال، شلل الرباعي، وهي دي الأعذار المباحة. عشان كده الرسول قال لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا، يعني يحبي على إيديه ورجليه، واحد مريض يحبي على إيديه ورجليه لغاية ما يجي الجنة. عشان كده الرسول لم يجز لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الصلاة في بيته، على الرغم أنه كان كما جاء في صحيح مسلم يا رسول الله أنا شاسع الدار وعمي بصري وعمي بصري ومعي غلام لا يؤلمني، أتجد لي رخصة فأصلي في بيتي؟ قال لا، لا أجد لك رخصة. وفي رواية أخرى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فلبي النداء. لذلك حديث خطير آخر في البخاري خطير جدا له روايات كثيرة، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أستخلف واحدا يصلي بالناس، أو واحدا من المسلمين يصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحطب، ثم أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم. لولا في الحديث الآخر لولا ما في البيوت من النساء والذرائع لخالفت إلى أقوام فأحرقت عليهم بيوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إلى بيوت هؤلاء الناس فيضبطهم متلبسين، فيفضل يستخلف واحدا ويذهب أثناء الصلاة يضبطهم متلبسين فيحرق عليهم البيوت. الذي منعه أن يفعل ذلك الأطفال والنساء الذين ليس لهم ذنب. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقول كنا نعد لما كانوا تفوت صلاة جماعة واحدة كان يجلس في بيته تعزيه الناس ثلاثة أيام. إذا فاتوا صلاة واحد صلاة جماعة واحدة بعذر، ليس بدون عذر، ما فيش حد من الصحابه كان بيفوت الصلاه من غير عذر ابدا، لكن اللي بيفوت الصلاه جماعه بعذر كان يبكي ويسمع له نعيبا ويجلس في بيته لتعزيه الناس ثلاث ايام. اذا فاتته الصلاتين يعلموا عليه انه منافق خلاص. عبد الله بن مسعود قال في الحديث الصحيح كنا نعد المتخلف عن صلاتين من صلاه الجماعه منافقا بين النفاق. فهذه الخساره الاولى، الخساره الفادحه التي يخسرها المستخف بصلاه الجماعه، المستخف بصلاه الفجر في الجامع على قول الصلاة، سواء برأي رأي الجمهور أو رأي من القائمة وابن تيمية وغيره. الرأي الآخر، الخسارة الثانية تخسر النور العظيم الذي تعطاه وأنت على الصراط. الصراط أشد وأصعب موقف يوم القيامة، يضرب على متن جهنم وحول الصراط كلاليب تخمش وتحمش وتلسع الناس وهم يرسلون على الصراط. الناس على ثلاث أصناف على الصراط، ناج مرسل أو مار مخدوش أو هاون في نار جهنم. في ناس هتعدي كالبرق او كلمح البصر، دول اللي محافظين على صلاه الفجر في جماعه. ربنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه، في روايه اخرى بالنور العظيم يوم القيامه. ده حديث صحيح بمجموع طرقه، حديث صحيح. النور العظيم الجزاء من جنس العمل، تسير الى الفجر في 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 الليل يعطيك الله نور عظيم، لا تسير تحرم من النور، ويكون نورك اما متوسط او ضعيف. وبالتالي ناج مرسل او مار مخدوش، اللي معاه نور متوسط او ضعيف هيعدي، ولكن معاه هيكون النور متوسط او ضعيف سيمشي طبعا، لن يمشي بسرعه البرق او يمشي بسرعه بالرأي ده، وبالتالي يصل متاخرا الى الجنه او يقع في جهنم والعياذ بالله. هتعرف قيمه الخساره الفادحه وانت على الصراط عندما تؤتى نور، يعني بعض الناس تؤتى نورا عظيما وانت تؤتى نور اقل بكثير، وبالتالي تلسع على الصراط ولا تصل الى الفردوس الاعلى وتصل متاخرا الى الجنه. الصراط اصعب موقف يوم القيامه. عشان كده السيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول يا رسول الله او تذكرون اهليكم يوم القيامه؟ قال الا في ثلاثه مواقف، عند تطاير الكتب وعند الميزان وعند الصراط.
جهنم مظلمة شديدة الظلمة، لن ترى كفادك، أنت محتاج إلى النور أشد الاحتياج، ستمشي عليه وأنت حافي وأنت حافي القدمين عاري. شو بالي، فخسارة كبيرة جدا، هتخسر النور العظيم وأنت على الصراط اللي هو نور صلاة الفجر. الخسارة الثالثة، تخسر أجر حجة تامة إلى بيت الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من توضأ فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لا يخرج إلا الصلاة كان له أجر الحاج المحرم، بداية من النفقة التي تدفع ثمن الحج كل مرورا بكل المناسك لصلاة الفجر بحجة عظيمة كمان، يعني أعظم، يعني طبعا احنا بنتكلم حجة نافلة مش، لأن ده أهم الصلوات. الخسارة الرابعة، تخسر قيام ليلة تامة. عشان كده سيدنا عمر الخطاب كان يقول في الحديث: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقيم ليلة كاملة. ليلة كاملة أي أنك تصلي من بعد صلاة المغرب متواصل لغاية صلاة الفجر، لم تفطر عن الصلاة الصلاة، كأنك واقف على رجليك 10 ساعات. ال10 ساعات اللي أنت واقف طول الليل تصلي على رجليك ما تساويش ال10 دقايق أو ربع ساعة بتاع صلاة الفجر في الجامع. خسارة كبيرة جدا جدا. تخسر الوصول إلى الفردوس الأعلى. يعني اللي حافظين وحافظون على صلاة الفجر في الجامع دول جيران الله سبحانه وتعالى. الرسول جاء في الحديث الذي صححه الألباني ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقول فيقول: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب من ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار والمساجد؟ جيران الله سبحانه وتعالى هم أهل الفردوس الأعلى، لأن الجنة 100 درجة أعلاها الفردوس الأعلى، ليس فوقها شيء إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وبالتالي تنزل من الفردوس الأعلى وتحرم من جيرة رب العالمين وتحرم من رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن الأشياء اللي هنقولها دلوقتي. الخسارة اللي بعد كده، تحرم من رؤية رب العالمين مرتين في اليوم، لأن أهل الدرجات العلى هيشوفوا ربنا مرتين يوميا، وأهل الدرجات الأدنى هيكونوا أقل بكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا البدر في السماء، لا تضامون في رؤيته، إن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال العلماء إن إحنا سنرى رب العالمين مرة في صلاة الصبح، مرة في صلاة المغرب والعشاء بالليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أدنى أهل الجنة منزلة لا يرى نساءه وخدمه وقصوره بمسيرة 1000 عام، وإن أعلاهم منزلة لا يرون ربهم غدوة وعشية. يبقى المؤمنون سيتبانون تباينا شديدا في رؤية رب العالمين في الجنة، وبالتالي تنزل وتحرم رؤية رب العالمين، ما تشوفوش إلا مرة في واحدة في الأسبوع أو مرتين. هناك أثر إن أهل الفردوس الأعلى يرون ربهم مرتين كل يوم، وأهل الدرجات الأدنى يرون ربهم مرة في الأسبوع. وبالتالي دي خسارة كبيرة جدا، تخسر رؤية رب العالمين مرات كثيرة أو مرتين في اليوم، وتشوف إلا مرة في الأسبوع أو مرتين اللي هي بتاعت يوم الجمعة. دي خسارة كبيرة جدا جدا، لأن لو واحدة من حور العين نزلت إلى الأرض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. شوف بقى مالك بقى بنور رب العالمين، سكت الحور العين الشمس تختفي لو نزلت بالنهار تختفي الشمس، يبقى انت خسرت قد ايه. وفي خساره ثانيه، انك تخسر النور الذي تاخذه من رب العالمين عندما يتجلى عليك وانت في الفردوس الاعلى. يبقى اللي بيشوف ربنا كتير هياخده من النور وهيبقى منهم عامل زي الشمس، عندما يخرج من قصره ينفجر نورا عظيما في السماء، فيقول الناس او اهل الدرجات الادنى في واحد من المقربين خرج من قصره. يبقى وعندما يعود يذهب الى قصره تطلب منه زوجته ان يواقعها من شده جماله وبهائه. والتاني طبعا اقل كثيرا في الجمال والنور والبهاء، لانه ما بيشوفش ربنا زي التاني فما بياخدش من النور. تحرم من ذمه الله. جاء في صحيح مسلم: من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله. قال العلماء: اي كنف الله ومعيه الله. فانت لست في كنف الله ومعيه الله اذا ضيعت صلاه الصبح في جماعه، فتكون معرضا لاي مصيبه، حادث قطار، حادث سياره، حادث. خساره ثانيه، دي عطيه من العطايا العظيمه في الفردوس الاعلى التي يعني لا يعلمها، يعني الفردوس الاعلى يعني فيها عطايا كثيره سيخصها رب العالمين باهل الفردوس الاعلى الذين يحافظون على صلاه الفجر في الجامع. شوف بقى ربنا بيقول ايه، الحديث الصحيح بيقول ايه، هذا الحديث له 5 طرق كلها صحيحه. ان في الجنه لشجره يقال لها طوبى، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبيه مسرقه بالدر والياقوت، لا تبول ولا تخوض خطوها مد البصر، يطير بها اهل الجنه حيث يشاؤون. فيقول اهل الدرجات الادنى او من هم اسفل منهم درجه: يا رب اعطيت اخواننا ما لم تعطنا. فيقول رب العالمين: انهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، انهم كانوا يصومون وكنتم تاكلون، انهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون، انهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، انهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. يبقى الذين يصلون التهجد في الثلث الاخير من الليل ويكسرون من الصيام يصوموا اثنين وخميس هيصلوا الى الفردوس الاعلى التانيين، فما بالكم بقى باللي بيضيعوا صلاه الفجر في الجامعه. انا بتكلم هنا على ساعات التهجد في الثلث الاخير من الليل، خدوا الخيول الذهبيه وقفوا في اعلى درجه، التانيين حرموا ونزلوا، فما بالك بقى باللي ضيع صلاه الفجر في الجامعه. ده اشد اسما واكثر ضياعا. دي بعض الخسارات الفادحه اللي بيخسرها تارك صلاه الصبح في جماعه. اتقوا الله سبحانه وتعالى، ستندم اشد الندم وانت على الصراط يوم القيامه.
عندما خسر على خسارات الفادحة التي ضيعتها عندما تحرم من النور العظيم. ستذكر ما قلت الآن وستندم أشد الندم، لن ينفع الندم. فيا ريت كلنا نتقي الله سبحانه وتعالى ونواظب، توب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت بتضيع صلاة الفجر في الجامع توب إلى الله، وإلا ستندم أشد الندم. هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو، ليتم تنشروه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن نشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، ومن علم علما فإن أجر من عمل به يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أقول قولي هذا، استغفر الله.